أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الابتلاء هل هو خاص بأولياء الرحمن أم أنه يقع على الكفار من الابتلاء نصيبهم؟ لا شك أن الله يزيدهم ابتلاء، الكفار يزيدهم الله ابتلاء ليهلكهم بذلك، أما المؤمن فالله يبتليه ليمحصه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. فما يصيب المسلم تطهير وتكفير، وما يصيب الكافر عقوبة ومحق له. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، كان الله عليما حكيما. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.